على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 19 الخاص بالبكار الحقايق من مسافتنا 4 كيلومترات. ونذكر بصاحبة أفضل توقيت في هذا الصباح، كانت هناك هدادة بشعر مبارك بن علي بودواس العجمي، كانت هناك صاحبة أفضل توقيت. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية ومع أول المراكز، ننطلق هنا مع البداية ومع أول المراكز. هنا شعار عجب بن سالم بن فاهد بن ملامقة الهاجري، هنا مع العزرة، هنا على البداية وعلى أول المراكز. ثاني الأسماء وثاني الشعارات، هناك الدوحة سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان على ثاني الأسماء. ثالث الشعارات وصلت هنا عوايد بشعار عامر بن محمد بن عامر آلف هيدة المري، هنا شعار بن طفلة على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت هنا بالشاف فرج بن جابر بن محمد الحنزاب المري، وفي خامس المراكز وصلت هنا المنطلقة دروب بشعار فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. وعود هناك إلى العزرة، هنا على البداية وعلى أول المراكز بشعار عجب بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري على البداية وعلى أول المراكز. ثاني الأسماء وثاني الشعارات وصلت هنا الدوحة سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان هنا على ثاني المراكز. ثالث الأسماء وثالث الشعارات وصلت هنا الشحانية بشعار سعيد بن علي بن سالم الجربوعي المري، وهناك من الجانب الآخر عوايد عامر بن محمد بن عامر آلف هيدة المري. وفي خامس المراكز وصلت هنا خامس التحديات، وصلت خود عبد الله بن علي بن حمد بن علي البريدي هنا على خامس المراكز، او هنا خود بشعار عبد الله بن علي بن حمد بن علي المري. هكذا هي الاسماء مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمسه المراكز المتقدمه. وارى اسماء وشعارات خلف دائره النداء والاذاعه، لكن اعود مع البدايه. العزره هنا على اول المراكز بشعار عجب بن سالم بن فهد الملامقه الهاجري على أول المراكز من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. ثاني الأسماء وثاني الشعارات الشحانية سعيد بن علي بن سالم الجربوعي المري على ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت هنا الشحانية سالم بن حفيظ بن سالم النابت المري، والاسم القادم وصلت هنا نوادر حامد بن علي بن مايقة الإحبابي هنا على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت هنا خود عبد الله بن علي بن حمد بن علي المري، وفي خامس المراكز وصلت هنا المعجزة بشعار جابر بن حمد بن جابر آل بريد المري. هكذا هي الأسماء، وأعود مع البداية، أعود مع الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير. وهنا العزرة على البداية عجب بن سالم بن فاهد الملامقة الهاجري هنا على البداية وعلى المركز الأول. الله، ولكن غيرت الشحانية سعيد بن علي بن سالم المري هنا على البداية وعلى أول المراكز. ينطلق هنا مع البداية ثاني الأسماء العزرة عجب بن سالم بن فاهد الملامقة الهاجري. ثالث المراكز وصلت هنا على ثالث المراكز نوادر حامد بن علي بن مايقة الإحبابي، ولكن أرى هنا المعزة جابر بن حمد بن جابر آل بريد المري. ولكن أعود مع الشحانية سعيد بن علي بن سالم الجربوعي المري هنا منطلقة على البداية وعلى الانتصار والناموس والعصا في البطان، عصاتها مغروسة في بطانها. وهنا سعيد بن علي بن سالم الجربوعي المري يقدم لنا هنا الشحانية تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك الشحانية سعيد بن علي بن سالم الجربوعي المري بدون
بدون أي توامر تذكر وعصاتها في بطانها. سلام الشحانية سلام، وأسعد الله صباحك. تهانينا والناموس لمالك الشحانية سعيد بن علي بن سالم الجربوع المري، فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء وصل هنا ثاني المراكز، وصلت هنا العزرب شعر عجب بن سالم بن فهد بن ملامقة الهاجري، وفي ثالث المراكز وصلت هنا نوادر بشعر حامد بن علي بن مايق الحبابي، وفي رابع المراكز وصلت هنا المعزة بشعر جابر بن حمد بن جابر الحنزاب، أو هنا بشعر جابر بن حمد بن جابر البريد المري، وفي خامس المراكز وصلت هنا خامس المراكز خود بشعر عبد الله بن علي بن حمد المري. فتهانينا وناموس مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تابعنا وإياكم الشحانية والتوقيت الزمني 5:55 وجزئين من الثانية. فتهانينا والناموس لمالك الشحانية سعيد بن علي بن سالم الجربوعي المري، فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء وصلت كانت هناك العزرة، والتوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية كانت هناك 6:07 من الثانية. تهانينا والناموس عجب بن سالم بن فاهد الملامقة الهاجري، ثالث المراكز وصلت هنا نوادر، والتوقيت الزمني 6:02 من الثانية. فتهانينا والناموس لمالك نوادر حامد بن علي بن مايق الحبابي، فتهانينا والناموس.